خلاص شو معايا نهضر معاه هذيك المحرقه نقدر نطلع لها من هنا نجيبوها من العقيله نطلع على الكميه هذيك وياه نطلع على الكميه هذيك ها هي هاي نطلع على الكميه هذيك ديك المحرقه تاعها قربتي في الليل تطلع من فوق من فكين برج المراقبة تاع ال يا هذيك هاك هاك والمنطقة تاع ولاية عنبة يعني في ألف يعني في السنة الماضية هذا يعني وهذا الخطورة اللي يقوموا بها وإحنا يعني اكتشفنا في تحقيقاتنا في المدة الأخيرة أن شخص يقوم بعملية جمع النفايات من المستشفيات ومتعاقد مع النفايات مع المؤسسات الصحية ويدي النفايات يرميها في مكان غير متابعين وغير يعني دايرين به يعني وين راه يرمي النفايات حتى بعد تحقيقاتنا وجدناه يعني يرمي في النفايات في الغابات ويرمي في النفايات في المفرغات هذا خطر كبير يعني الانسان يعني يقوم بعملية كما هذه وفي النهاية بعد ما وجهنا تقرير للسيد والي ولاية عنابة وفتح تحقيق وبعت لجنة وقفت السيد هذا يعني عطيله رخصة يعني يقوم بعملية فوضوية في ما يخص هذه النفايات الاستشفائية اللي راهي نفايات خاصة خطيرة جدا وقوم بعملية الجمع وثم يربح اموال من طرف المؤسسات احنا نتساءل عن يعني العمليات مثل هذه يعني الناس يعطيو لهم رخص والناس اللي عند المؤسسات يعني اللي تقوم بعمليه يعني معالجه هذه النفايات ويعني لا ما يتابعوهش كيف يعني راه يقوم بالعمليات كادي كيبنا ليه مرحبا بكم في نوفيل هذه المحرقة اللي كنت تعيط عليها وتقولوا اني شو يقولوا